اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تي في. حنا كنتواجدوا في الدار البيضاء بالضبط في منطقه حي الحسني. معنا الاخ هشام من سكان الدار البيضاء، كيعيش التشرد من 2009 اللي كان عايش مع جداه وجدو، واقتضى الظروف انه يعيش في الزنقه من 2009. كيعيش في حاله مزريه صراحه. انا دابا في عين المكان وكنشوف السيد كينعس في الزنقه كيف ما كتشوفوا مشاهدين شوف تي في الان. السلام عليكم خويا هشام، صافا كلشي مزيان؟ حضر مع المشاهدين وقول لهم المشكله اللي كتعاني منها خويا هشام، وحاول ترفع صوتك باش يتسمع. انا وقع لي المشكل في الريزبو كنت بيا وداري حديد، دابا ملي خرجت من السبيطار جيت تحت هنايا ما كاين لا دواء لا تمام لا والو، رجلي دابا ضايعة عليا. غادي نقول نهار كنجي في الضايع، وكنتمنى من المسؤولين المؤثرين الله يجازيهم بخير، إلا كانوا كيشوفوا هاد الفيديو الله يجازيهم بخير، يشوفوا هاد الحالة هادي راه الله يصاوبو صافي. راه رجليا خمسة فيا وتنفات، أنا ما باغي لا فلوس لا والو، بغيت اللي يتكلف ليا ومشي للسبيطار وتكلف ليا بالمصاريف. والله يجازيه بخير، الله يرحم لي الوالد اللي كيشوف ليا يشوف لي الوجه لله ورا ربي العاكل. خويا هشام، السؤال ديالي، واش قبل ما تمشي للوبيتال، قبل ما توقع لك لاكسيدون، واش كنتي عايش في الزنقة هذيك الساعة ولا كنتي عايش تشرد؟ وقعت لك الاكسيدون انت عايش تشرد وكنتي بخير هذيك الساعه؟ كنت مهرس برجل وحده، دابا تهرست منه بجوج، ودابا رجلي غادي كترجع باللور. كيفاش ما كتقدرش توقف على رجلك؟ دابا شفت فيها الحديد يعني، يا وراه مدرق لي رجليه مسكين، راه اخلا رجليه فيها الحديد، وزعما تشوفوا لي لما نصبيعاتو غيبان لكم شنو كاين. انا عارف اخ كيعاني، لا ما بغيتش عافاك اخلا. الاخ هشام كيعاني في صمت، كيعاني في صمت مسكين، كيعاني في صمت. شنو الرسالة ديالك للمسؤولين باش يجيو يعاونوك؟ شنو كتطلب من الناس؟ شنو بغيتي؟ الرسالة ديالي كنوجهها للمحسنين اللي كيشوف هاد الفيديو الله يجازيه بخير، يتكلف ليا بالمصاريف ديال السبيطار، أنا ما بغيت لا فلوس لا والو، يتكلف ليا بالمصاريف ديال السبيطار الله يجازيه بخير. هذا هو الطلب، بغيتي غير الدواء اخويا هشام. تعالج ما بغيت والو، ما بغيت الفلوس. وعاجبك هاد البلاصه شبقى فيها اخويا هشام والبرد والشا جاي؟ كاين شي واحد تبغي معاك؟ بغيت نعرف كيفاش كدير في البرد والشا، كيفاش كتعيش؟ كنعيش كيما وكيفاش كتاكل؟ كيفاش كتعيش؟ شكون اللي كيجيب لك الماكله؟ الله يجازيهم بخير، غير الباساج اللي كيدوزو، شي كيجيب لي الماكله. ايه اخويا هشام، معنا واحد الحارس ديال السيارات هنا اللي كيكون بالجنب ديال هشام، غنشوفوا غيتلي لينا بالمعاناة ديال هشام اللي كيشوفوا يوميا. معنا الاخ شنو سميه؟ الاخ معاد. اخ معاد، قول لنا كيفاش كيعيش هشام في هذه البلاصه هذه؟ كنت في المصاريف ديال العلاج ورا ما غير الفلوس ولا والو، ورا كنا كنشوفو الحالة ديالو، راه ما عندي وليه، حنا كنصدقو ليه، حنا كنجاوبو ليه، كنجيبو ليه الماكلة، والله جيت كومبيتال كان شي واحد كيتعاون مع هاد السيد دابا الله يرحمو. شكرا. خويا هشام، كلمة أخيرة للناس اللي كيتابعوك دابا في قناة شوف تي في. والله يجازيه بخير اللي كان في فلوس واحد واحد عليا بقلبو، الله يجازيه بخير شوف هاد الحالة هادي، وزناها السبيطار ان شاء الله. كيف ما كنشوفوا مشاهدين الكرام، الاخ هشام يعني كيعيش في الزنقه، انتم كتشوفوا كيفاش كيعيش، ها الكروسه ديالو، ها البلاصه اللي كيعيش فيها، يعني صراحه حنا في 2020 باقي كنشوفوا في هذه الحالات سي غاف والله العظيم. المهم هو حتى هو مسكين ما طالب والو، طالب غير اللي يعاونوه يمشي يدير ليه اوبيراسيون، ما عرفش دابا هو المشكل ديال رجلو، ما عرفوش شنو عنده، واش غادي يعالجوه من رجلو، واش غادي يعني مع شنو عنده تعفنات بزاف في رجليه، يعني لواحد الدرجه ما تقدرش تشوفها بعينيك. انا دابا دايرني الليزار ما قدرناش نشوفوها صراحه مشاهدينا الكرام. وبهذا كنهيو هذا اللايف، وقول لي النمره ديالك.
التيشا. انا غنخلي لي النمره في لي كومونتير، ونتمنى من شي محسن من داوي قلوب رحيمه يشوف خونا هشام ويحاول يكفل ليه بهذه العمليه ويديه للوبيتال. راه هادشي اللي طالب هشام ما باغي والو، بغى غير الدواء مسكين ويوقف على رجليه حتى هو ويكون بحال الناس. انا غنكتب لكم النمره التليفون، ونتمنى ان شاء الله يكون تفاعل، ودائما كيف ما كنشوفوا دائما مشاهدين شوف تي في على التفاعل ديالكم. والحمد لله شحال من حاله مشينا ليها وجاو الناس عيطوا وتكلفوا بهم، وكذلك كنتمنى خونا هشام حتى هو ان شاء الله النداء ديالو ميدوش هكاك، يلقى اذن ساغيه اللي تعاون معاه باذن الله ان شاء الله، وحنا سبب وان شاء الله كلشي يكون بخير. هاي النمره ديال خونا هشام اللي بغاه يعيط ليه هنايا. وبهذا باغي تقول شي حاجه خويا هشام؟ نقول الله يرحم الوالدين، الله يجازيه بخير، هاد اللي غيتعاون معايا ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. حنا سبب والكمال على الله، ان شاء الله يكون خير خويا هشام. وبهذا مشاهدين شوف تي في غنلهيو هاد اللايف الى بث اخر ان شاء الله.